وتوقف الحراك مرهون بارتفاع سبب وجوده. فيوم أن يتم الإصلاح لكل هذه الأوضاع وفي بدايتها الوضع السياسي، يفقد الحراك مبرر استمراره، وعندئذ لا بد من أن يتوقف. لكن متى؟ ومواجهة الإصلاح بإرادة رافضة من قبل السلطة لا بد أن تديمه، والتعبير عن هذه الإرادة بإجراءات تعسفية مشددة وقوانين جائرة يزيد من تعقيد الأمور ويزيد من حماس المعارضة. ولا شيء غير الإصلاح الفعلي والتوصل إلى أسسه وضمانات استمراره الثابتة والتوافق عليه بين الشعب والسلطة يمكن أن يوقف الحراك أو يعطل مسيرته حسب الضرورة العملية وإيمان الشعب وقناعته وتصميمه وصبره ومضاء إرادته. فمتى ذلك اليوم؟ والله فحتى ذلك اليوم والله الموفق، وهو الناصر والهادي إلى سواء السبيل. ترحيل آية الله النجاة. خيار ترحيل آية الله النجاة مطلباً صار ترحيل آية الله الشيخ النجاة مطلباً ملحاً عند السلطة، من غير أن يظهر وجه واضح مقبول لهذا الإلحاح حتى من ناحية سياسية صرفة لا تنظر إلا إلى مصالح أهل السياسة. من غير أن يظهر وجه واضح مقبول لهذا الإلحاح حتى من ناحية سياسية صرفة إلا إن فاد ما عن للسياسة أن تفعله بغض النظر عن مسألة الصواب والخطأ والمصلحة والمفسدة. وترحيل سماحة الشيخ غير ديني وغير قانوني وغير إنساني ولا أخلاقي وفاقد للياقة، وهو بعيد كل البعد عن مصلحة الوطن وحق المواطنة وحاجة الوطن إلى أمثاله في العلم والدين والتربية الأمينة الهادفة والوحدة والترابط الاجتماعي والكلمة الواعية. وفي ترحيله إهانة الكرامة العامة للوطن والمواطنين واستخفاف بالحكم الشرعي وحرية الحقوق في الإسلام وحرمة الحقوق في الإسلام، ويمثل حالة استفزاز مثيرة غير مسؤولة. صحة الأستاذ عبد الوهاب حسين. صحة الأستاذ عزيزة على الجميع لأنه هو كذلك، ومكانه في قلوب المؤمنين وجمهور عريض من المواطنين ليس محلا لشك من شاك وتردد من متردد. وتدهور صحته بأي درجة كان لا بد أن يثير الأسئلة الكثيرة حول هذا التدهور عند الجميع، وكلنا نطالب بالعناية الصحية الكافية لصحته وصحة جميع السجناء الذين هم في قبضة السلطة وعهدتها.